مساء الخير. أهلين جميل. شبيك؟ ليش مزعوجة؟ يعني مين بده يزعجني غيرها؟ محمود ما؟ هي بذاتها. وبشو زعجتك هالمرة؟ قال يا سيد بدها تعزم حالها على الغدا، شئنا أم أبينا؟ وإن شاء الله عزمتيها. طبعا لا، قلت لها إنه بكرة نحن صايمين. هلا فهمت شو قصة الصوم والندر، هلا لفهمتها مبينة. أشكرا إن شاء الله، هلا بينت. أكيد بينت. ايه انا محلك كنت بكسر لها رجلها وبقلعها برات البيت. ما بقدر حبيبي، ما بقدر قلعها، هي وحده شحشوحه ولتاتي، اذا قلعتها بتشرشحني قدام الجيران، ومثل ما بقول المثل داروا سفهاءكم، هي وحده سفيهه. ايه تحمليها لكان. انا؟ انت اللي بدك تتحملها وتنزل لعند الصيدلي وتدفع حق الدواء اللي اخذته على حسابك. صحيح، على سيره الصيدليه، عنا فاليوم او اي شيء بيهدي الاعصاب؟ ولشو الفاليوم؟ الشغله معنا محرزه، كل حق الدواء 200 ورقه. لك انا ما عم بحكي عن الدواء، عم بسألك عنا فاليوم، يعني برقدن تخانقنا، برقدن نتفنا بعضنا، واحد منا بياخد حبة بيهدى. لا اطمن حبيبي، بحياتك ما رح تحتاج الفاليوم لأنه ما رح نتخانق. لك شبك انت، لك شبك، لك بسألك ما بتجاوبيني، شبك عنا فاليوم ولا ما عنا؟ لا حبيبي ما عنا. ما عنا شي هدي الأعصاب؟ عنا مليسة؟ ايه عنا عنا. بوشك هالمطبخ ساوينا مليسة؟ حبيبي. ما عم تطش. ايه شو صاير له جميل؟ صار له مدة متغير، عم يتصرف تصرفات ما كان يتصرفها. ايه من يوم يومه ما بيحب المليسة، شو جابه على باله هلا؟ بعدين مين قال له انه المليسة بتريح الاعصاب؟ واعصاب مين يلي بدها تريح المليسة؟ لشوف وين حاطه المليسه، بجوز ما لاقيها. إلا شوف هلا بس تشوفي هالبقعه الحمراء على رقبتي، مو فاليوم لحتى يهديكي، لك بدك مورفين وما راح يهديكي. شو الله لا يعطيني عافيه، معقول في واحد بيقرص حاله هيك؟ هي هي. شو هذا جميل؟ ليش لابس بيجامتك القديمة؟ لبست هديك ما بينت، هديك جربتها لقلك شلون لبستها، بقى هديك مو لطاقية، طاقية ما ببين منيح، بهي أشكرة عينك كنت عينك أبداً. شو هاي؟ تعي عدي هون لأحكي لك، تعي. لا معلش هون أحسن مشان صب لك. هنيك ما بتبين، ما بدي أخلع رقبتي، تعي لهون بتبين أوضح، تعي لجنبي، تعي. يا صبر قلبي شبك اليوم؟ تعي لجنبي، تعي. بتضلوا تهرهروا كعك على الأرض من غير ما يشتري لكم كعك بهرهير. شايفة الكعك؟ كم معلقة سكر بدك حبيبي؟ مو مبين معك الكعك. وصل الدم لرأسي. تفضل. شو هذا جميل؟ زبطت. زبطت. شو هذا؟ شوفي شوفي على رقبتك. لا استحي، خلص بقى، شو الحركات، ما في شيء، خلص شو بده يكون فيه يعني؟ لك شو جميل، انت مالك منتبه، مالك حاسس برقبتك؟ شوف. لك ما فيها شيء، شو فيها رقبتي؟ ييه تصبط، بس ما تكون رايحه تضب اغراضها وبدها تروح البيت اهلها. ايه تعال شوف، تعال رح اورجيك اياها. تفضل. شو هي؟ شو هي؟ تفرج منيح. شايفها؟ هي مو علبة البودرة؟ حلوة ريحتها. أنا ما عم بحكي عن علبة البودرة، تفرج مني على رقبتك. عم تحكي هي لأنه هي اللي هديتك إياها بعيد ميلادك ما؟ جميل شبك، طلع منيح. شايف؟ يي شو حليانة. لا إله إلا الله، طلع منيح جميل، لا تطلع لي خلقي. على شو بدي اطلع؟ طلع منيح على رقبتك. رقبتي؟ شو في على رقبتي؟ هي العلامة اللي على رقبتك، البقعة الحمراء. أنا بقى أرجيني. ها؟ لك إيه والله، في بقعة حمراء، منين إجت هي؟ عم تسألني إلي؟ أنت اللي لازم تعرف. إيه أنا اسمعي لقلك، أنا الله يرضى عليكي، بتطولي بالك، طولي بالك، أكيد في سوء تفاهم، يعني أنا متأكد، ها متأكد إنه في سوء تفاهم، مشان هيك قلت لك على الفاليوم، شربي مليسة، هدي أعصابك وبعدين بتتناقشها، لما ما تتعصب. لا ما بدي أشرب مليسة، أنا هلا بدي أفهم شو قصة البقعة اللي على رقبتك، فهمني لشوف تذكر. ما بتذكر. لازم تتذكر. عم بعصر مخي وما عم تذكرت. زبطت،
لما شافت البعها طاروا عقلاتها. يا عيني عليك يا وسيم وعلى أفكارك الجهنمية. وهلأ هي العلبة راح تكمل المشروع. وقويها وأخيرا يا حبيب قلبي حبكيت. قويها وأخيرا بعد تعب وجهد صبتك. قويها وتسلم لي يا وسيم أنت وأفكارك. قويها وأخيرا العين لبيتنا طرقت.